أكبر عقوبة تعاقب المرأة نفسها إذا كانت من النوع الزعول التي دائما تزعل وتطالب زوجها أن يرضيها. أنا أبشرك سيصل الزوج لمرحلة أضرب رأسك بالجدار لن أرضيك إذا مل. فإياك أن توصل الزوج لمرحلة الملل من إرضائك، بل بالعكس اجعليه يندم إذا لم يرضيك، وهذا بذكائك. بمعنى إذا حصلت مشكلة اجعليه يندم أنه لم يرضيك، لكن لا توصل الزوج كثرة المشاكل التافهة. بعض النساء تصنع مشكلة تافهة ما تكلم زوجها، تجلس الوحدة في غرفة مشكلة تافهة فيرضيها، تأتي مشكلة يرضيها، مشكلة أقوى يرضيها، التي تصنع هجران من مشكلة تافهة. سيأتي وقت في مشكلة عظيمة الزوج وصل لمرحلة الملل لن يأتي يرضيك أبدا مهما كانت الخسائر. لا توصل زوجك لمرحلة أبيع كل ما أملك في سبيل أن أخسرك. فأنا أقول للزوجة وللرجل، لا توصل شريك حياتك يصل لمرحلة أبيع كل شيء في سبيل أن أخسرك. متى ما وصل هذا الأمر لا يصلحه أحد أبدا، لا يصلح أن تذكر الزوج بالله ولا الطاعة، ولا كذلك الزوج أن يحفظ الأسرة ولا بالأبناء. يصل زوج والزوجة أن يستغنوا عن أبنائهم في الطلاق في سبيل أن يفتك منك، أن يخلص منك، فلا توصلوا لهذه المرحلة.